تسمح بتسرب المياه، لأن بعد ما تتسرب المياه وتنخفض درجة الحرارة بتتجمد، إذا تجمدت المياه بزيد حجمها، وإذا زاد حجمها بصير يشكل ضغط على جوانب الصخر، بيؤدي إلى تكسر الصخور أو تفلق الصخور بالشكل هذا، اللي هي ترتبط أيضا بدرجات الحرارة. يعني الآن ارتفاع الحرارة وانخفاضها ممكن يؤدي إلى تقشر الصخور، تسرب المياه وخاصة في المناطق الصحراوية وحتى في المناطق الرطبة، وتجمدها وزيادة حجمها ممكن يشكل ضغط على الصخور، وبالتالي حدوث عمليات تجوية ميكانيكية. التبخر، أيضا تبخر المياه، إذا الآن تجمعت المياه داخل هاي الشقوق وتبخرت المياه، راح يظل الأملاح مع تبلورها يزداد حجمها، إذا ازداد حجمها ممكن أيضا يؤثر في تكوين الصخر أو تفتت أو تحطم الصخور. الندى والضباب ممكن يعمل على التجوية كيميائية، خاصة إن طبعا هي ترتبط بالرطوبة. وبشكل عام الفعالية الكيميائية للماء ترتبط بارتفاع درجات الحرارة، يعني بعض العناصر الكيميائية الموجودة في الماء ممكن تنشط مع ارتفاع درجات الحرارة. يعني في بعض الناس مرات بيقول لك إذا سخنا المي بتصير مية، إيش بتصير مية نظيفة، صح؟ اي دكتور، بس هذا خطأ شائع. طبعا هو ممكن يقتل الجراثيم والميكروبات الموجودة في الكائنات الحية، لكن إذا كان في عندك مواد كيميائية ممكن ينشط تفاعلها الكيميائي وبالتالي تصبح مضرة. يعني بنعرف الأجواء أو ارتفاع الحرارة مع وجود المياه